أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. سبحان الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إنا متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملي في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر بسم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ
الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.